نبداو عدد اليوم جورنال في بخبر عنوانه مواجهه خاصه للمنتخب المغربي ضد نجوم الرجاء الرياضي. وضعت قرعه مباريات السد الفاصله في تاهل نهائيات كاس العالم قطر 2022 للمنتخب الوطني المغربي في مواجهه قويه ضد منتخب الكونغو الديمقراطيه. وغيكون المنتخب الوطني المغربي في مواجهه خاصه لنجمي فريق الرجاء الرياضي لاعب خط الوسط فابريس مغوما والمهاجم الكونغولي كاديما كابانغو اذ كيتعتبروا من اللاعبين الاساسيين في صفوف منتخب الكونغو، بالاضافه لمواجهتهم ايضا اللاعب السابق فريق الرجاء بين مالونغو نغيطا. وتنقلوا محبي فريق الرجاء الرياضي والجماهير المغربيه صوره اللاعبين غوما ومالونغو مع تعليق مختلفه منها صاحب السطر الاخير في مواجهه للاسود في اشاره اللقب اللي صبح مالونغو كيحملوا بعد راسيته التاريخيه في مرمى الغريم التقليدي في ديربي البطوله العربيه بعد ما منح النصر التعادل في اخر الانفاس. وغيكون مالونغو غوما في مواجهه خاصه ايضا لزميلهم سفيان الرحيمي اللي كان كيشكل القوه الضاربه لفريق الرجاء رفقه بان قبل ما ينتقلوا معاه للدوري الاماراتي، الأول رفقة العين والثاني انضم لفريق الشارقة. الرجاء الرياضي يوقع رسميا لأربعة لاعبين بعد نجاحهم في الاختبارات. وفي تفاصيل الخبر تعاقد فريق الرجاء الرياضي رسميا مع الوافد الجود الأربعة بعد اجتيازهم الاختبارات البدنية بنجاح أمس السبت. ووقع فريق الرجاء الكون يونس مختار عقد كيمتد لستة أشهر قبيل التجديد، والكونغوليين كاديما كابانغو وبيني بادي بانغا لمدة ثلاث سنوات ونصف، والحارس الجزائري غايا مربح المدة نفسها. ورفع فريق الرجاء عدد صفقاته الشتوية بالتعاقد مع اللاعبين الأربعة لخمس صفقات بعد ما سبق له تعاقد مع هيثم بجا لاعب فريق شباب السوالم الرياضي، ومنتظر باش يضيف فريق الرجاء لاعبيه الجدد اللي احتجوا الافريقيه باش يكونوا مؤهلين لخوض دور مجموعات عصبه الابطال رفقه نصو الخضر للمنافسه على اللقب. وكينتظر الجمهور الرجاوي بشغف عوده البطوله الوطنيه لاجل متابعه اللاعبين الجدد في مباريات رسميه الفريق الاخضر. يذكر ان اللاعبين الاربعه غينضموا لتدريب الرجاء الرياضي بدايه غدا الاثنين استعدادا للدفاع على انوار الرجاء في البطوله الاحترافيه ودوري ابطال افريقيا. محمود بن حليب تلقيت العديد من التهديدات بسبب بعض منخرطة الرجاء الرياضي. وفي التفاصيل وضح محمود بن حليب لاعب فريق الرجاء الرياضي ان بعض المنخرطين بالنادي الاخضر هما اللي كانوا وراء اضطراب علاقته بالنادي، وذلك خلال مروره ببرنامج من الملاعب الرياضيه امس السبت على اذاعه ام اف ام. وفي هذا الصدد قال بن حليب ان اللاعب الوحيد داخل القلعه الخضراء اللي تحمل مسؤوليه خساره السوبر الافريقي ضد الاهلي المصري، وانا كنعرف جيدا كيفاش تم ذلك. وضاف تلقيت العديد من التهديدات في الشارع وفي الحي ديالي باش نفسخ العقد ديالي مع الرجاء، وبعدها ابلغت الشرطه وتم توقيف المشتبه فيهم. عرفت انه تم ارسالهم ليا من طرف بعض المنخرطين داخل فريق الرجاء. صبحت اليوم كنعيش بعيد على عائلتي لحمايتهم من اي تهديد مخطط لي او محتمل. وواصل بن حليب لعبت لعده مواسم مع فريق الرجاء الرياضي ودائما كانت اخلاقي طيبه مع جميع مكونات النادي، ورغم ذلك كنت في العديد من المرات كنتعرض على المجلس التاديبي وكنادي الغرامات، وهذا بسبب بعض المنخرطين مع العلم ان سلوكي كان طيب وما سبقش لي انني لقيت ولا ورقة حمراء بسبب تصرف غير أخلاقي. الصراع يتجدد بين الرجاء والغريم التقليدي على لاعب جديد في الميركاتو، وكيواصلوا فريقين الرجاء الرياضي والغريم التقليدي استهداف نفس الاسماء تقريبا خلال الميركاتو الشتوي الحالي. فبعد محمد مرابط وحمزه خابه دخلوا الغريمين التقليديين في منافسه على جلب احد ابرز المدافعين في البطوله الوطنيه، وفور توجه قلب دفاع مولدية وجده عبد الله خفيفي لجنه النزاعات التابعه للجامعه الملكيه لفسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم توصله بمستحقاته في الاجل المحدد. سارع الفريق الاخضر والفريق الاحمر لربط الاتصال به طمعا في التعاقد معه في صفقه انتقال حر دون الحاجه للرجوع للمولودية الوجدية. وسبق الفريقين الرجاء الرياضي والغريم التقليدي وتنافسوا الصيف الماضي لضم اللاعب، غير ان الفريق الاخضر حول وجهته في نهايه المطاف صوب زميله جمال حركاس. اما الغريم التقليدي فكيسعى لضم قلب دفاع تحسوا بالرحيل الايفواري ابراهيم الشيخ كومارا، وفي حال فشل تعاقده مع مدافع شباب محمدية عبد المنعم بوطويل فغيحول وجهته صوب خفيفي. نهضة بركان يزاحم الرجاء الرياضي على صفقة مروان فخر، وفي تفاصيل الخبر كيسعى فريق النهضة البركانية للتعاقد مع حارس مولودية وجدة مروان فخر خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتعزيز مركز حراسة المرمى قبل انطلاق شطر الإياب للبطولة الوطنية. وحسب عدة منابر فإدارة الفريق البركاني دخلت على خط تفاوض مع مروان فخر بهدف خطف فريق الرجاء الرياضي اللي كيسعى بدوره لضمه في الميركاتو الشتوي لتعويض غياب أنس زنيتي الحارس الأول الفريق الأخضر بسبب الإصابة، وكذلك حراسة مرمى الرجاء في دوري أبطال إفريقيا بحكم أن الحارس الجزائري غايا مربح غيكون ممنوع من خوض النسخة الحالية على الفريق الأخضر. وقررت الجامعة الملكية في وقت سابق الموافقة على طلب مروان فخر الحارس الرسمي لمولودية وجدة بفسخ عقده بسبب عدم توصله بمستحقاته المالية العالقة في ذمة النادي واللي كتبلغ 35 مليون سنتيم. وكينتظر الحارس فخر انقضاء المدة الخاصة باستئناف القرار من طرف المولودية الوجدية لتوقيع لأحد فرق الرغبة في ضمه واللي ما غتخرجش على فريق الرجاء الرياضي أو النهضة البركانية.
رجاوي سابق يعود الى فريق جمعيه سالا. وعلن نادي الجمعيه السلاويه الاستقطاب المدافع الايمن عمران فيدي اللي فكرت يهبطوا بفريق شباب محمديه. وعلن فريق جمعيه سالا على استقطاب المدافع الايمن عمران فيدي اللي فكرت يهبطوا فريق شباب محمديه. ونشر فريق الجمعيه السلاويه خبر تعاقده مع عمران فيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحيث لقى ذلك تفاعل ايجابي من طرف جماهير السلاويه. وسبق لعمران فيدي وحمل قميص جمعيه سالا على سبيل الاعاره من طرف فريق الرجاء، وكان ذلك برسم الانتقالات الصيفيه الموسم 2019-2020. وكيتعتبر عمران فيدي منتوج خالص لمدرسه فريق الرجاء الرياضي، بحيث صعد الفريق الكبار سنه 2018 مع الايطالي الاسباني خوان كارلوس غاريدو. الشطيبي تمكنت من فرض نفسي في فريق الرجاء وسط النجوم. وفي التفاصيل صرح شمس الدين الشطيبي اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي انه رحل صوب الفريق الاخضر اللي كيمتلك كثير سنه من النجوم، وتمكن من فرض ذاته وحقق رفقاته لقب البطوله الوطنيه كاس العرش وبلغ معه نهائي كاس العالم للانديه. وزاد الشطيبي الرجاء الرياضي عاش فتره انتقاليه قبل نهائي كاس العالم للانديه بمغادره محمد فاخر واستقدام تونسي فوزي البنزرتي اللي لعب على الجانب النفسي اكثر، خصوصا ان الحيز الزمني اللي اضحى بين استعداد الفريق والانطلاقه الفعليه للمسابقه العالميه ما تعداش 7 ايام. وختتم صراحة العمل كله كيرجع للمدرب محمد فاخر هو اللي بنى الفريق وجهزوا المسابقة، فكل مدرب عنده اللمسة ديالو الخاصة، لكن الإضافة اللي قدمها فوزي البنزرتي هي الجانب النفسي. أما الكتيبة الرجاوية ما تغيرتش والتشكيلة كانت معروفة من قبل الجميع. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.